بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوف التمرين الرابع في السيريا 2. التمرين الرابع شنو كيقول؟ التمرين الرابع بعدا عنده مبقيناش في لي ميثود اخرين، دابا شفنا غنشوفو اون نوفيل ميثود اللي هي ميثود دوغوس. ميثود دوغوس خدمتها هي انك ملي كتعطيها واحد السيستيم نولينيير كتجبدك لا سوليسيون ديالو، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4. الور كانت عندنا واحد الماتريس او فيكتور بي. الور اول حاجه كنديروها نقراو السؤال: تروفي لي ماتريس انترميديال ولا فاكتوريزاسيون دو غوس اي كالكولي لا ماتريس تريانغولير. دابا في هذا الفيديو غادي نقول لكم شنو غادي ديروا، ابري غادي نشوفوا شنو غاديروا. اول حاجه ملي كتكون عندنا او بي، اول حاجه كتبوهم سولا فور ا اكس ايكال بي ديال الاولى. ملي كتشوفوا ا هي هذه، اكس عندنا بطبيعه الحال بما انك عندك 4 ديال لي لين، الو عندك 4 ديال لي فاريابل اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، و بي ايكال 10 موان 13 موان 12 9 اللي هي بي. الو اول حاجه كديرها هي دابا حنا دورنا هو نجيبو اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، فهمتو؟ باش نزيدو نبسطو هاد اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 قربو عليهم اللي داعي نكتبوهم. راح نكتبنا واحد في المنطقة هادي، كتبنا واحد نوفل فورم. هيا اول حاجه هذه هي اللي كانت تكون عندنا في الاول. ثاني حاجه شنو هما لي ماتريس انترميديال؟ لي ماتريس انترميديال هما هادو، ما ماكدتش بيا في البيع، ولكن هما هادو هما هادو. انك دابا هذا راح جوج ناقص ربعة زيرو جوج، باش تلاحظو هادو كيوليو زيرو 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 زيرو. وهاد المنطقة هادي اللي لاحظتي وهادو اللي بقاو هنا في المربع هذا كاملين كيتغيرو، الاعداد اللي في المربع كيتغيروا، والسطر هذا كيبقى كيف ما هو. هذا كيتسمى لو بيفوت، يعني تحت لو بيفوت غنسمو لو بيفوت ا ان ايكال دو. تحت لو بيفوت كلو كيمشي زيرو، وعلى اللي منديرو بيفوت كلو كيبقى كيف ما هو، وكيتغيروا لنا الارقام بواحد المعادله بسيطه دابا نوريها لكم. هذه الا لاحظتوها انتم الارقام موان ان ان موان ان موان 1 3، شوف شنو ولا ولا 1 موان 1 2 2 موان 3 موان 1، يعني الارقام اللي كانوا عندنا هنا كاملين تبدلوا. رحت هنايا في الخطوه هنايا لقينا واحد الماتريس انترميديال الاولى، شفتوا؟ لقينا يعني دابا لقينا ارون دوزو ليطاب الثانيه. الطاب الثانيه لو رحتو كنديرو نفس الطريقه، عاوتاني كناخدو واحد البيفو جديد اللي هو ا دو دو ايكال ا هانتوما ا. هذا اللي تحتو كنديرو له زيرو زيرو، هانتوما لاحظتو زيرو زيرو. وهذا اللي على اللي منديرو كيبقى كيف ما هو، مع العلم انك ناخدو قيم جديدة في في الماتريس انترميديير اللي جبناها هاد قبيلة. ناخدو لي فالور جداد، واحد دو موان ان كنخليو هذا، وكنغيرو هاد المنطقة هادي بقيم جديدة بالمعادلة اللي غادي نوريها لكم في الفيديوهات القادمة. احنا لقينا لا دوزيام ماتريس انترميديير، فهمتوني؟ هادو هما لي ماتريس انترميديير. باقي لنا واحد الماتريس اخرى غنشوف تشوفوها اللي هي هادي، ناخدو طروازيام بيفو اللي هو ناقص واحد. مكتشوفو يبقى لنا المربع الصغير هذا كيولي زيرو، اللي تحت البيفو كيولي زيرو، يعني اللي من كيبقى كما هو. وبواحد الطريقة كنغيرو هاد الأرقام هادي بواحد العلاقة صغيرة، اللي كانت عندنا زيرو ناقص 15 ولات ناقص 15، وهذا هو طروازيام ماتريس انترميديير. كيف ما كتشوفو لا ماتريس تريونغيلير اللي حصلنا عليها في الأخير هي هادي، لاحظوا معايا هي هادي، هانتوما لا ماتريس تريونغيلير في الأخير حصلنا عليها. علاش سماوها ماتريس تريونغيلير؟ لاحظتو شوفو معايا علاش سماوها ماتريس تريونغيلير في الأخير، كتجمع على ماتريس انترميديير كتعطيك ماتريس تريونغيلير. لاحظتي انت غادي 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 بهاكا غادي 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 واللي تحت واللي تحت اللي تحت هاد التريونغل هذا كلو خصو خصك تردو زيروات، فهمتوني؟ يعني اللي تحت هاد التريونغل اللي تحت هاد التريونغل هذا كلو خصو يولي زيروات. هذا هو الهدف ديالك من طول دروس، انك ترجع هادشي كامل اللي تحت اللي تحت هاد الخط. الخط شو كيتسمى يا ربي؟ كيتسمى نسيت عليها والله نسيت. المهم الخط هذا الخط ديال الماتريس عنده واحد السميه نسيتها. المهم اللي تحت الخط خصو يولي كلو زيروات، هذا هو الهدف ديالك في ميثود دو غوس. اير فوا كثر درت شي كلو زيروات صافي
الحساب اللي بقى ساهل، كتولي غير علاقات اكس ام اكس 2 اكس 3 اكس 4 كيجبدهم بالبساطة، وكتسال الخدمة ديالك وصافي. الفيديو غير تقديمي باش يوريك، عرفنا شنو هما، عرفنا شنو هما لي ماتريس انترميديير والمجموع ديال لي ماتريس انترميديير، كيعطيك ماتريس تريونجولير، يعني صافي كتشكل لك المثلث ديالك واللي تحتو كل الزروات، هذيك الماتريس تريونجولير طوطال، يعني اما راح تولي ماتريس انترميديير لاحظ معايا هانتوما تشكلو غير زيرو 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 اسطر واحد، واخا دير تريونجل ديالك ماشي كلو زيروات راه باقي، يعني انت كتجمع لي ماتريس تريونجولير كاملين، لي ماتريس انترميديير كاملين، عاد كيعطيوك ماتريس تريونجولير. جو بونس الهضره ما اكدتش منه 100%، حاولوا تاكدوا. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه في الفيديو، نشوفوا ابخي الحل ديال التمرين ايطاب بار ايطاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.